هذه الرحلة تضم أزيد من 270 عضو من أعضاء البعثة سينضوون تحت مسمى مكتب شؤون الحجاج الجزائر بمكة المكرمة بمراكز الثلاث، مركز مكة المكرمة، مركز المدينة المنورة ومركز جدة. هؤلاء الأفاضل سيتوزعون على مختلف الخدمات ومختلف فروع الخدمة الميدانية في البقاع المقدسة، خدمات الإسكان وخدمات الإعاشة وخدمات النقل وخدمات استقبال الحجاج في مطاري مكة المكرمة جدة والمدينة المنورة. هؤلاء أعضاء البعثة سيتوزعون أيضا على باقي الفروع من مزارات ومن فتوى وإرشاد وغيرها. فأحمده وأشكره أنه اصطفاني بفضله ورحمته أن أكون أول من ضيوف الرحمن بإذن الله إن شاء الله، وأيضا يعني أن أكلف بهذه المهمة النبيلة، والشرف يعني كبير لي أن أكون في خدمة الحاجات والحجاج بإذن الله هذا الموسم. إن شاء الله يكون عندنا مهام في خدمة حجاجنا الميامين ضيوف الرحمن، وربي يوفقنا في هذه العملية والمهمة إن شاء الله النبيلة، ونعود سالمين غانمين إلى البلاد إن شاء الله. نحن مهامنا كأعضاء البعثة في مجال الإسكان، أتمنى إن شاء الله أن نكون في المستوى المطلوب ونقدم خدمة متميزة لحجاجنا الميامين، وإن شاء الله نفوتوا حج سنة 1439-2018 في أحسن الظروف.